السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجعنا لكم من جديد في هذه المباراة الخامسة ولها جمع بعد قليل، تريبليت من نادي الوطية وتريبليت من نادي شباب أطلس خنيفرة عصبة درعة تافيلت. شو إذن عفوا، شباب أطلس خنيفرة كينتمي إلى عصبة تادلة عمر ربيع. بالنسبة للتشكيلة ديال شباب أطلس خنيفرة كتكون كل من رانيا وآسيا وعتيقة، في حين تريبليت نادي الوطية عصبة سوس الصحارى كتكون كل من سكينة غورير راديا راديا وفاطمة سكينة غولار راديا وفاطمة، هذه التشكيلة ديال كل ثلاثية. إذن هذه المباراة الخامسة ولا تنطلق بعد قليل، يعني الحكم عطى صفارة ديال الانطلاقة، إذن انطلق الوقت القانوني مع هذه المباراة الخامسة. والبداية من تريبليت نادي الوطية عصبة سوس الصحراء. إذن أول كرة من عند راديا، برافو تتربح البوان. نعاود نعطيكم التشكيلة ديال كل ثلاثية بالنسبة لنادي الوطية، سكينة غورير راديا وفاطمة، بالنسبة لشباب أطلس خنيفرة رانيا عتيقة وآسيا. هذه المباراة الخامسة اللي كتجرى في هاد اليوم من بطولة المغرب سيدات موسم 2021-2022. عند المباراة كتجمعهم هنا بملاعب نادي الاتحاد السلاوي للكرة الحديدية. محاولة ديال رانيا اللي غادي تضرب كرة. برافو، ضربة موفقة ديال رانيا تتخرج كرة. فوالا ويطال فوالا. برافو سكينة تخرج كرة. إذن جولة ملغات. Thank you.
وصل إذن النتيجة دائما على حالها، صفر لمثله ما بين تريبليت شباب أطلس خنيفرة وتريبليت نادي الوطية. المباراة الخامسة اللي كتجمع هنا بملاعب نادي الاتحاد السلاوي للكرة الحديدية. قناه بيتونك ماروك هاد المباراه كتجمع ما بين عصبه تاد العمرابي وعصبه سوس صحراء. فهاد المباراه اللي كتجمعهم هنا ملاعب نادي الاتحاد السلاوي للكره الحديديه والمناسبه بطوله المغرب سيدات. دائما نتيجه سلبيه، صفر لمثله ما بين تريبليت نادي الوطية وتريبليت شباب اطلس خنيفرة. هذه المباراه الخامسه من يوم برافو فاطمه تزيد تربح البوان. برافو رانيا تتقمش كرة تتخرج.
هذه المباراة تجمع سيدات شباب أطلس خنيفرة من عصبة تادا أمور غابيع كونتر سيدات نادي الوطي عصبة سوس الصحراء في هذه المباراة الخامسة من رسم بطولة المغرب موسم 2021-2022. كرة ديال رانيا صداع الزي الموحد تعطي واحد الجمالية للمباراة. هذه الملاحظة اللي لاحظتها شباب أطلس خنيفرة هو النادي الوحيد إلى جانب نادي أسفي الكرة الحديدية لهاد جوج الأندية اللي منظمين يعني عندهم أندية موحدة يعني لا من السراويل ولا من الأقميصة. هذه كملاحظة فقط. إذن النتيجة 1-0 لصالح تريبليت شباب أطلس خنيفرة في هذه المباراة الخامسة اللي كتجمعهم كونتر تريبليت نادي الوطية عصبة سوس الصحراء. إذن 1-0. إذن نتيجة 1-0 لصالح تريبليت شباب أطلس خنيفرة كونتر تريبليت نادي الوطية. دي بلاصة على حساب البوشون نتيجة فهي 1-0 لصالح تريبليت شباب أطلس خنيفرة عصبة تادلا أم رابع في المباراة الخامسة كونتر تريبليت نادي الوطية. محاولة ديال رادية تتربح البوان. الدور ديال رادية رانيا اللي غادي تضرب كرة. الكرة الأولى ديال رانيا صداع Oh yeah.
برافو رانيا تتخرج كرة. وحاول هذه الراديه تبدا تربح بها البوان، تربح البوان. الدوري الاسيا لغايه تنظن غادي تضرب كره. الكرة ديال الأسية تمشي بعيد ما تتربحش البوان. محاولة جميلة ديال الأسية ولكن باقي البوان تريبلات سكينة غورار. رادية وفاطمة من نادي الوطية عصبة سوس صحراء. بعد المباراة الخامسة اللي كتجرى هنا بملاعب نادي الاتحاد السلوي للكرة الحديدية برسم بطولة المغرب سيدات موسم 2021-2022 قناة بيتونك ماروك ارتأت اختيار هذه المباراة ما بين عصبة سوس صحراء وعصبة تادلا أم الربع. بعد ما نقلنا مباراة من قبل عصبة مراكش ستات وعصبة الوسط وكذلك عصبة الشرق وعصبة درعا تفيلات. الآن كنقل مباراة ديال عصبة تادلا أم رابع وعصبة ديال سوس صحراء. المرة المقبلة إن شاء الله غنشوفوا عصبة الشمال الغربي. كل عصبة نعطيوها الحق ديالها في النقل المباشر لمباريات بطولة المغرب. إذن ثلاثة ديال النقاط لصالح تريبليت نادي الوطية كونتر تريبليت شباب أطلس خنيفرة. بعد المباراة إخوانا نحاولوا ننتقلوا للجهة الأخرى شوفوا شي مكان. لا بغيتي يا صحيح ليش لا لا بغيتي واحد شوية مرحبا بيان دابا برافو عليكم شكرا دابا برافو عليكم طيرة
إذا المحاولة الأولى تتربح بها البوان. الحمد لله لقينا واحد المساعدة من طرف الجمهور، عطاونا هذا المكان هذا. إذا النتيجة 1-3 عند تريبلات نادي الوطية عصبة سوس الصحراء، 1 عند تريبلات شباب أطلس خنيفرة عصبة تادلة أم رابع. برافو راديا، تتربح بها البوان. محاولة جميلة هذه العتيقة، كدير دو هوند بول تتربح البوان، كدير يعني جوج في الأرض. محاولة ديال رانيا تتبح نقصة. Thank you.
هذه المباراة الخامسة اللي كتجمعت ريبليت نادي شباب أطلس خنيفرة وريبليت نادي الوطياق عصبة سوس الصحارى والنتيجة 3-1 لصالح ريبليت نادي الوطياق. إذن النتيجة 3-1 لصالح ريبليت نادي الوطياق عصبة سوس الصحارى. المباراة الخامسة برافو فاطمة تضيف نقطة أخرى إذن 3 نقاط تصبح نتيجة 6-1 ننتقل إلى جهة أخرى خلينا في المعلومات كاينش أخوي شينا عند الآخر كاين هدف ديال الجامعة ما كندويش معاه اي حاجه في الجامعه خرجني منها اسمح لي إذن النتيجة فهي 6-1 لصالح ريبليت نادي شباب أطلس خنيفرة لصالح نادي الوطية كونتر ريبليت شباب أطلس خنيفرة في هذه المباراة الخامسة من بطولة المغرب للكرة الحديدية موسم 2021-2022. برافو محاولة ديال سكينة تبقى كارو تبقى كرة محسوبة في اللعب محاولة ديال رانيا تتخرج كرة ولكن باقي البوان تريبليت نادي الوطية عصبة سوس الصحارى Thank you.
تحياتي لجميع المتابعين من داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. هذه المباراة الخامسة اللي كتجمع تريبلات من نادي شباب أطلس خريفرة عصبة تادلة أم رابع وتريبلات نادي الوطية من عصبة سوس الصحراء، والنتيجة 6-1 لصالح تريبلات نادي الوطية. نادي الوطية اللي كيتكون كل من سكينة غورير ورادية وفاطمة اللي كيرتديو الزي الأزرق، وتريبلات شباب أطلس خريفرة كتكون كل من رانيا عتيقة وأسية اللي كيلبسوا الزي الأحمر. هذه المباراة الخامسة اللي كتلعب هنا بملاعب نادي الاتحاد السلوي للكرة الحديدية عصبة الوسط. للتذكير فالنتيجة فيه 6-1 لصالح تريبلات نادي الوطية عصبة سوس الصحراء كونتر تريبلات شباب أطلس خنيفرة من عصبة تادلة أم رابع. المباراة الخامسة من الدور الأول بطولة المغرب واللي كيلعبوا النظام السويسري، يعني ساعة المكانة وجوج الجولات من بعد انتهاء الوقت القانوني. محاولة ديال سكينة غورير تبقى ناقصة، إذا إضافة نقطة واحدة لصالح تريبلات نادي الوطية كتصبح نتيجة 7-1. بلي بالما بلاص النتيجة فهي 7-1 لصالح تريبلات نادي الوطية. المباراة
الخامسة اللي كنجمعو هنا ملاعب نادي الاتحاد السلاوي في إطار بطولة المغرب موسم 2021-2022. ضربة موفقة ديال رانيا كتخرج كرة بيان جوي راديا تتربح البوان. ندخل بالنتيجة في 7-1 لصالح تريبليت سوس صحارى كونت تريبليت نادي شباب أطلس خليفرة من عصبة تادلة عمر ربيع في هذه المباراة الخامسة اللي كتجمعو هنا ملاعب نادي الاتحاد السلاوي للكرة الحديدية مناسبة بطولة المغرب سيدات محاولة ديال السكينة ولكن كانت صوتي كانت هاد الضرب كورة باش دير تيسع لصاحبتها باش تزيد لها لي بوان عند دور ديال فاطمة في إضافة النقط بقليل من الحظ تتفوت فاطمة تتفوت الكرة الكرة الثانية ديال فاطمة تمشي بعيد محاولة السكينة لغضرب كرة تتصوتي تضرب كرة فاطمة كرة ديال فاطمة هي كتضرب إذن إضافة نقطة واحدة كتصبح نتيجة 8-1 8 نادي الوطية 1 نادي شباب أطلس خنافرة في هذه المباراة الخامسة في تجمع هنا ملاعب نادي السلاوي الكرة الحديدية والمناسبة بطولة المغرب موسم 2021-2022
إذا نادي الأجواء هنا بملاعب نادي الاتحاد السلوي للكرة الحديدية اللي كيحتضن بطولة المغرب موسم 2021-2022 بطولة المغرب سيدات اللي كتشارك 41 ثلاثية من مختلف النوادي والعصب المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للكرة الحديدية. فهاد اليوم يوم السبت اللي كيلعبوا ملاعب نادي الاتحاد السلوي برافو محاولة جميلة تتربح بها البوان. الكره ديال راديه تمشي شويه بعيد برافو محاولة ديال فاطمة تتربح البوان. الآن الدور ديال رانيا من شباب أطلس خنيفرة هذا ضرب كورة الكرة الثانية ديال رانيا تبدأ تخرج نتيجة دائما 8-1 لصالح تريبليت نادي الوطية. فهاد المباراة الخامسة كتجمع هنا ملاعب نادي الاتحاد السلوي اللي كيحتضن بطولة المغرب موسم 2021-2022. إعادة للتذكير بعدد الثلاثيات المشاركة في هاد البطولة فهي 41 ثلاثية من مختلف النوادي والعصب المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للكرة الحديدية التي ارتأت بالسماح لكل اللاعبات بالمشاركة في هذا اليوم. وتوزعت على
ملاعب هنا بملاعب نادي الاتحاد السلاوي، يعني داخل الملعب وكذلك خارج الملعب، واحد المرأب خاص بالسيارات. تم إنشاء 6 ملاعب أخرى قريبة من النادي، يعني عندهم 21 كولوار، يعني 21 ملعب داخل النادي، كاين 15 وخارج الملعب، يعني من في واحد الباركينغ 6 ديال الملاعب، يعني توتال 21 ملعب، واللي يسمح لجميع الأندية باش تلعب في وقت واحد. محاولة ديال سكينة صداع، هذه الأجواء هنا ملاعب نادي الاتحاد السلاوي للكرة الحديدية. إضافة نقطة واحدة لصالح تريبليت شباب أطلس خنيفرات، بنتيجة 2 عند شباب أطلس خنيفرات 8 عند تريبليت نادي الوطية في المباراة الخامسة. إذا النتيجة فهي 8-2 لصالح تريبليت نادي الوطية من المباراة الخامسة. كتجمعهم هنا ملاعب نادي الاتحاد السلاوي، والمناسبة بطولة المغرب موسم 2021-2022. كيبان من اللي مزيان؟ لا كي مزيان، مشات مزوين مزيان داكشي. واش من ضغطو؟ لا مزيان. الرياسة هادو هنا وطيح. لا خويا هما اللي راهم. إذن النتيجة دائما 8-2 لصالح تريبليت نادي الوطية ممثل عصبة سوس الصحراء في المباراة اللي كتجمعهم أمام تريبليت نادي شباب أطلس خنيفرة ممثل عصبة تادلة أم رابع. برافو فاطمة، تدير دو فوندبول تتربح البوان. دور ديال الاعتقاد تنظن غادي برافو تنظن تتربح البوان، لكن مازال إذن كاين شكوك. نشوفو مع العبر Let's go.
برافو رانيا تتبعد كرة برافو فاطمة محاولة جميلة كتف نقطة أخرى تتربح بها البوان تمت إضافة جوج نقاط لصالح تريبليت نادي الوطية كتصبح نتيجة 10-2 10 عند نادي الوطية عصبة سوس الصحراء كونتر تريبليت نادي شباب أطلس خنيفرة من عصبة تادلة أم الرابعة في المباراة الخامسة هذه المحاولة الأولى ديال راديا تتربح بها البوان Allah'a emanet olun.
برافو راديا مرة أخرى كتربح البوان نتيجة 10-2 10 عند نادي الوطية ممثل عصبة سوس الصحارى جوج شباب أطلس خنيفرة ممثلة عصبة تادلة أم الرابعة في المباراة الخامسة اللي كتجمع من ملاعب نادي الاتحاد الرياضي السلوي عصبة الوسط اللي كيحتضن بطولة المغرب. أو برافو برافو رانيا ضربة موفقة كتسبق الكرة إذن عندهم جوج الأرض هذه ضربة موفقة ديال رانيا كتحسب كورتها مرة أخرى فاطمة تتربح البوان مرة أخرى راني غادا نضرب كورة نضرب على جوج كورة ديال رانيا تضيع إذن البوان باقي عند تريبليت نادي الوطية من ممثل عصبة سوس الصحارى ناقصة كورة ناقصة مازال كل لعبة مع كورة تدخل دير جوج ديرها ولكن كورة ديالها ناقصة نتيجة 10-2 عندهم 1 بوان في الارض باقيين عندهم 3 كرات في السماء يعني لاقا عندهم في يديهم ولكن صعيب باش يدخلوا لان الطريق مسدوده صعيب يعني باش يدخلوا اللهم الا كان شي بيك ولا شي حاجه وصافي الكره ديال نادي الوطية اللي رابحه البوان رابحه تقريبا بواحد المليمترات محاولة ديال فاطمة تنظن غادي تلعب مع كورتها لا محاولة خاطئة
كاين جوج كورات عند سكينة غورر من نادي الوطية عصبة سوس الصحراء. برافو تدير جوج. إلى ضفت هذيك غتنتهي المباراة، الوقت القانوني كينتهي. كرة ديال سكينة كرة تنظن نشوفو تاكلو. إذن ثلاثة نقاط تنتهي المباراة بفوز تريبليت نادي الوطية على تريبليت شباب أطلس وخنيفرة وبكل روح رياضية. كل روح رياضية تنتهي هذه المباراة ما بين تريبليت ممثلة عصبة سوس الصحراء وتريبليت ممثلة ديال تشاد لعم الرابع. شكرا لكم على المتابعة وإلى فرصة قادمة بحول الله. تحياتي لكم من مدينة سلا وإلى اللقاء.